فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يغمض بصره في الصلاة علما أنه لا يستطيع الخشوع إلا إذا أغمضه؟ إذا كان عند أمامه ما يشغله، إذا كان أمامه ما يشغله فيغمض عينيه لئلا ينشغل لا بأس، أما إذا كان ما أمامه شيء فإنه يكره، لأن هذا تشبه باليهود. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.